فتنة الحسن تبسم واحس اني بخير، تفرح النفس الحزينة وتجلع ما ساها، بنتي دربين الفعايلها للمجد الكبير، الحرارة اللي يرد الخبر نماسها. فتنة الحسن تبسم واحس اني بخير، تفرح النفس الحزينة وتجلع مزاها، بنتي دربين الفعايلها للمجد الكبير، الحرارة اللي يرد الخبر نمزاها، عزوتها الامجاد والعز والسيف الشطير، الفعايل ورثها والفاخر من سازها، في دار عود يجمل لي صاح النذير، أمال في ثقلها ومحيها بنت أمير، ما توطي غير للي خلقها راسها، لا ضحك لي ثغرها فاحت الدنيا عبير، بل ورود اللي تعطر بعطر انفاسها، لا تمشى تفتن قلوبي وتهز الضمير، ما ينافس زينها غير عزب إحساسها، نادرة في طبعها والغلج فيها جديد، والأناقة نبعها والحرير البزاي، المسا في طلت أمال فارق وغير، الجروح الطيب لا من حضر لسناسها، عودها الليل يا مال ما معها خشي، والعيون النرجسية ساحر ننعاسها، حبها في قلبي عادل الأول والأخير، في عيونه تسكن وفي الصدر مجلسها، فتنة الحسن تبسم واحس اني بخير، تفرح النفس الحزينة وتجلع مزاها، بنتي دربين الفعايلها للمجد الكبير، الحرارة اللي يرد الخبر نمزاها، عزوتها الامجاد والعز والسيف الشطير، الفعايل ورثها والفاخر من سازها، في دار عود يجمل لي صاح النذير، أمال في ثقلها ومحيها بنت أمير، ما توطي غير للي خلقها راسها، لا ضحك لي ثغرها فاحت الدنيا عبير، بل ورود اللي تعطر بعطر انفاسها، لا تمشى تفتن قلوبي وتهز الضمير، ما ينافس زينها غير عذب إحساسها، نادرة في طبعها والغلج فيها جديد، والأناقة نبعها والحرير البزاي، المسا في طلت أمال فارق وغير، الجروح الطيب لا من حضر لسناسها، عودها الليل يا مال ما معها خشي، والعيون النرجسية ساحر ننعاسها، حبها في قلبي عادل الأول والأخير، في عيونه تسكن وفي الصدر مجلسها، كل بنت لا تحدد حالها تستخير، تعلن انشفت جمال أمال فلاسها، أو من خارج المملكة 00966 533 4821.